السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا هو تقنية اعتيادية للضرب، الحصة الثانية. في الحصة الأولى رأينا كيف نوجد عمليات الضرب التي لا تتطلب الاحتفاظ، وفي هذه الحصة سأقدم لكم بعض التمارين لكي تتمرنوا على إنجاز هذه التقنية، ولكن أطلب منكم مشاهدة الحصة الأولى المقدمة في الفيديو الأول قبل مشاهدة هذه الحصة لكي يسهل عليكم إنجاز التمارين. لنبدأ بالحساب الذهني. العدد المكتوب على البطاقة هو 2. أنتم ستضربون العدد 2 في العدد الذي سيظهر. إذن لنبدأ. 2 في 0 كم يساوي؟ 0. أحسنتم. 2 في 1 كم يساوي؟ فكروا. 2. 2 في 2 الجواب هو 4. 2 في 3 تساوي 6. 2 في 4 كم يساوي؟ 8. 2 في 5 بسرعة 10. 2 في 6 يساوي 12. 2 في 7 الجواب 14. 2 في 8 يساوي 16. 2 في 9 الجواب هو 18. 2 في 10 جواب 20. إذا نلاحظ أنه في كل مرة نضيف العدد 2 إلى النتيجة لنحصل على النتيجة الموالية. أقوم وأدعم تعلماتي. النشاط الأول أنجزه. إذا المطلوب منكم في هذا النشاط هو إنجاز العمليات الثلاث، ولكن المرج أن توقفوا هذا الفيديو إلى حين إنجاز النشاط، بعدها سنمر إلى التصحيح. إذن جواب النشاط الأول، نبدأ بالعملية الأولى. 2 في 4، إذن كما رأينا سابقا نبدأ دائما بالوحدات. 2 في 4 يساوي 8، ثم العشرات. 2 في 3 يساوي 6، الجواب هو 68. العملية الثانية أيضا نبدأ بالوحدات. 3 في 3 يساوي 9، ثم العشرات. 3 في 5 يساوي 15، الجواب هو 159. العملية الثالثة أيضا نبدأ بالوحدات. 4 في 2 يساوي 8، ثم العشرات. 4 في 7 يساوي 28، الجواب هو 288. إذا لاحظوا جيدا خارج العمليات الثلاث وحاولوا أن تصححوا، ثم أعيدوا إنجاز العملية الخاطئة. النشاط الثاني أضع وأنجز. إذا المطلوب منكم في هذا النشاط هو وضع وإنجاز العمليات الثلاث. إذا في البداية ركزوا جيدا في وضع العمليات. كنا قد رأينا في الفيديو الأول أنه دائما نبدأ بالعدد المكون من أكبر عدد من الأرقام، ثم نكتب أسفله العدد المكون من أقل عدد من الأرقام. إذا حاولوا أن توقفوا الفيديو إلى حين إنجاز هذا النشاط، ثم تابعوا التصحيح. إذا جواب النشاط الثاني، لنبدأ بالعملية الأولى. 210 في 2. إذا نبدأ دائما بالعدد المكون من أكبر عدد من الأرقام. 210 هو الأول في 2. لاحظوا معي جيدا، نكتب 2 أسفل وحدات العدد الأول. نبدأ بالوحدات. 2 في 0 يساوي 0، ثم العشرات. 2 في 1 يساوي 2، ثم المئات. 2 في 2 يساوي 4، الجواب هو 420. نمر للعملية الثانية. 51 في 5،
إذا نكتب في البداية 51 ثم عدد 5. نبدأ بالوحدات، 5 في 1 يساوي 5، ثم العشرات، 5 في 5 يساوي 25. الجواب هو 255. العملية الثالثة، نكتب عدد 303 هو الأول لأنه مكون من أكبر عدد من الأرقام في 3، وأكتب 3 أسفل وحدات العدد الأول. نبدأ بالوحدات، 3 في 3 يساوي 9، ثم العشرات، 3 في 0 يساوي 0، ثم المئات، 3 في 3 يساوي 9. الجواب هو 909. إذن انظروا جيدا إلى العمليات الثلاث وحاولوا أن تصححوا خطأكم وأعيدوا إنجاز العملية الخاطئة. النشاط الثالث، المطلوب منكم في هذا النشاط هو كتابة العدد المناسب مكان النقط. إذن هذا النشاط يتطلب قليلا من التفكير، إذن حاولوا أن تركزوا جيدا قبل أن تكتبوا العدد، وعند كتابة العدد أعيدوا إنجاز العملية لتتأكدوا هل فعلا العدد صحيح أم لا. أوقفوا هذا الفيديو إلى حين إنجازكم لهذا النشاط، بعدها شاهدوا معي التصحيح. إذن جواب النشاط الثالث، نبدأ بالعملية الأولى. إذن في أي عدد أضرب العدد 3 لأحصل على 6، ونفس العدد أضربه في 2 وأحصل على 4. الجواب هو 2. 2 في 3 يساوي 6، و2 في 2 يساوي 4. نمر إلى العملية الثانية. إذن 1 أضربه في أي عدد لأحصل على 3؟ الجواب هو 3. إذن 3 في 1 يساوي 3، و3 في 3 كم يساوي؟ يساوي 9. الجواب هو 93. نمر إلى العملية الثالثة. إذن 4 أضربه في أي عدد لأحصل على 8؟ الجواب هو 4 في 2 تساوي 8، وطبعا 4 في 9 يساوي 36، والجواب هو 368. بالنسبة للعملية الرابعة نفس الشيء، 3 أضربه في أي عدد لأحصل على 9؟ الجواب هو 3. إذن 3 في 3 يساوي 9، ثم العشرات، 3 أضربه في أي عدد لأحصل على 15؟ 3 في، الجواب هو 5. 3 في 5 يساوي 15، الجواب هو 159. إذن نفس الشيء، حاولوا تصححوا العمليات الخاطئة وأعيدوا إنجازها. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة.